رمضان اول مره. يا استاذ حضرتك 10 دقايق بس هخلص تصوير. ما تصور يا سيدي براحتك، حد حيشك؟ صباح الخير يا ستي. صباح النور، انا عارف المكان مكانكم ودي قعدتكم بس هخلص تصوير. الترابيزه اللي هناك دي هتحجزنا يا مو، تعالى شوف ايه الحكايه دي. استاذ ياسمين انا اسف جدا، 10 دقايق بس هيقعدوا ونصور على طول. استاذ ياسمين ايه؟ خليته فيها يا استاذه ياسمين. بقول لك ايه؟ انت خلاص اتكشفت. كشفنا؟ مش ده مقلب. والله العظيم انا حاسس ان انا اللي معمول فيها مقلب. مش الراجل اللي هناك ده الماسك هيقع من على وشه وانا هتضحرك في اي حاجه حواليا ونقعد بقى نتعصب. لا 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 يا استاذه، ده مش ماسك، الاستاذ هنا اونر، فتلاقيه واخد تان. بس تان؟ انا بس عايز اسال سؤال، انتوا ليه بتتكوا عليا انا بالذات بالزياده؟ اقسم بالله انا اكتر واحد اتكوا عليه السنه دي. هخلص الاعلان ده الناس هتقعد، هنصور وهنمشي. انت اسمك ايه؟ سعيد. بص يا سعيد، البقاء للأذكى. ماشي؟ يعني ايه؟ الحلم يتسلم لاصحابه والحياه تبتدي بسيلفر سانس.